بما انكم انتن يعني لك تقولي دائما في موقع التواصل الاجتماعي حسب ما نعرف انا ويتعرف ناول ويعرف كل الجزائريين دائما انتم سويه ان شاء الله هذه العلاقه تبقى دائما وان شاء الله تتطور الى الاجمل والابهى. قولي لي وش هو القاطو المفضل عند نسرين؟ نسرين وش هو القاطو المفضل عند بشرة؟ يلا نسرين مقرط اللوز. مقرط اللوز جابتها قوي صح. انا نعطيك قرعه جليون هديتك. يلا نسرين. بشرة ما تحبش بزاف القاطو. بشرة تقدر تقول ما تحبش كاع القاطو. لا 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 صح 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 ما تحبش. ما عنديش انا نقول لك واش تحب. تحب لي فخوي؟ اعطيها لي فخوي والقرنون. واقيلا راهي عندها القرنون في جري فاميلي العباد. على بالك كي رحت للمليانه يومين وانا ناكل في القرنون ما فقتش. واقيلا جري فاميلي. لا لا نحب لا لا نحب الخضار الخضراء ونحب لي فخوي ثاني صح كيما قالت لك. ما رانيش انسانه اللي نقدر الحلويات سي تخي تخي راه ناكلها كا ماشي صح. ما في لي غيزو عبود اسمح لي اذا سمحت في لي غيزو نشوفوا بشرة بزاف لي ستوري تاعها طيب توجور هيلتي هيلتي ما تاكلش لي سكروري تاكل تو سكي فروي ليغوم يعني الحاجه يعني هاي الرشاقه تاعها ما شاء الله يعني انا ما عندي ما والله ما عندي ما نقول قطعت لك كلامي. لي بون زابيتيد خديتهم من عندها. انا في الاول كنت ناكل بزاف الحلويات وشوكولايت منها ما وليت روماركيتيني بلي ما ناكل لي شوكولا ني والو. نحكي لكم انكدوت كي كنا في سكركش. راحتك كنا في سكركش انا كنت نصوم هذوك الايام. راهم يقولوا لي انه في سكركش كنت تطلب مشروب معين. مشروب معين ونوم باش نحكي لك على كانوا جابوا لنا يعني اطباق منزليه يعني اللي يطيبوها ويجيبوها لنا سيتي تري بون كانت بزاف بنينه. خطره كنت صايمه وهي ميته في الساعه قالت لعبك حيجيبوا لنا من الاكل بزاف بزاف بنينه. قلت لها ما تشهينيش حتى اي شيء. جابت الطبسي قالت لي القرنون. يما خلاص كنت عن حياتي هذاك لومبي يعني حب الاكل روح لها يعني.